وده معدنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها أكاونت النجوم على السوشيال ميديا. ممكن تعلمني بوكس؟ مش مهم خالص. نجم السوشيال لاب النهاردة الفنان محمد إمام اللي دلوقتي انتهى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد اللعبة مع العيال واللي هيتعرض في عيد الأضحى 2024. الفيلم من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام. تعالوا نبدأ بالإنستجرام لأنه متفاعل عليه جداً. بيتابع محمد إمام 13,600,000 متابع وهو بيتابع 79 أكاونت ونشر لحد دلوقتي حوالي 1,298 صورة وفيديو. أكاونت محمد إمام معظمه صور وتريلرز لأعماله الفنية، فهو ناشر أكتر من 200 صورة ليه مع فنانين شاركوا في أعماله وكمان بوسترز لمسلسلاته. وطبعاً محمد إمام معروف بحبه وتأثره الكبير بوالده عادل إمام، فلقينا أنه ناشر تقريباً أكتر من 50 صورة وفيديو بتجمعه بالفنان عادل إمام، والفيديو ده نشره في عيد ميلاد الزعيم السنة دي. عندنا واحد كمان اسمه محمد إمام. لا ده ثلاث أرباع بنات مصر دلوقتي بتحب محمد. احكي لك على حاجه، انا لقيت تليفون الو، وبعدين قلت لها ايوه، قالت لي محمد موجود، قلت لها محمد مين حضرتك، قالت لي محمد امام. فانا بكل يعني ها كل تاريخي وبثقه كده قلت لها انا عادل امام، قالت لي لا انا عايزه محمد امام. واللي لفت نظرنا انه دايما بيعمل كوميكس على مشاهد من اعماله، وكمان محمد امام بيحب جدا ينشر فيديوز تحضيرات وتدريبات لافلامه. من الانستغرام نروح للفيسبوك، بيتابع محمد امام 19,000,000 متابع، واخر بوست نشره بيعلن عن فيلمه الجديد اللعبه مع العيال ونشر صور لكل نجوم الفيلم وكتب توكلنا على الله. وبكده نكون عرفنا محمد امام بيتفاعل ازاي على السوشيال ميديا.